يعتبر المغرب واحدا من الدول التي تعرف نسب حوادث سير كثيرة. أعتقد أنه لا يكاد يمر يوم دون أن تطلعنا وسائل الإعلام والجرائد عن وجود حوادث سير مميتة بمختلف مدن المغرب. أظن أنه لا يقل المعدل السنوي عن 4000 قتيل سنويا، وتقريبا حوالي 3% من نسب الوفيات بالمغرب. هذا المعدل مخيف جدا، ويرجع الخبراء هذه الحوادث إلى أسباب متعددة ومتنوعة. فعلى سبيل المثال، تحتل السرعة المفرطة المرتبة الأولى في أسباب حوادث السير، بالإضافة إلى السياقة بتهور وعدم احترام الأسبقية والتجاوز المعيب والحالة الميكانيكية السيئة للعربات وعدم انتباه الراجلين والأمية وعدم إلمام السائقين بقانون السير وعدم احترام كل من الراجلين والسائقين للإشارات الضوئية وعدم احترام علامة قف. هذا دون أن ننسى الحالة السيئة لأغلب الطرق بالمغرب، بالإضافة إلى عدم الوعي وشرب الخمر أثناء السياقة. كل هذا جعل المغرب يفكر في إيجاد حلول لهذه المعضلة التي تكلف خزينة الدولة كثيرا. فكان الحل هو إخراج مدونة للسير تقوم بسن عقوبات جذرية في حق المخالفين، كما اتخذت الحكومة المغربية مجموعة من الإجراءات من أجل الحد من كثرة حوادث السير، بما في ذلك العقوبات الحبسية والغرامات المالية الثقيلة وسحب رخص القيادة. في نظري إن معضلة حوادث السير لا يمكن الحد منها بين عشية وضحاها، وإنما يجب القيام بمناظرة وطنية من أجل دراسة هذا المشكل من أجل إيجاد الحلول الممكنة، كما يجب توعية الناس عن طريق برامج تعليمية وعن طريق وسائل الإعلام.